بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل وبغل تدواتني السقالات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج من كسو جري باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها مستعد بدون خلاف بين العلماء ينوي باب استي مسلمنا حديث تهدي وكاني مسألة ده وحكو سابسان تهي قريها مكة قريها مكة كويالا لولك مكة انت حرم كأ هي حلق وحدونا ما نقول لولك مكة اللي يلاه هذو ملك عليها مس مسلمين تودن بقول دحيا أيوكو سابسان يه حديث كأنه كم الرأي سورة المناجة صدح كون هل بقول يتضب من حديث علقمة بن نضلة وتابعية يا وحولي توفي رسول الله وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكنا ومن استغنى أسكن سيدة أسوله نبي محمد بعد أنت عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر يا عمر أيضا قريها الرباع جمع ربع ويوم مركوا لولك لدقينة بوسك أيضا قريها مكاكويا للويقان السوائب وحي قريها مكاكويا لوحا لورنجريون السوائب لما كان لهوي نفق قيلا لسيد دين جري صائبة سميدا مقال أوكالي وي من احتاج سكن ومن استغنى أسكن أي أسكن غيره نينك أبا هن قرقا ودقي ninki ka deeqto mara oo ka guur cid kale u dajinaya sidaas ayay ahayd marka cilaa us xadiid kale aan ma jirin wa anaga soo mar waxaan ka ahay inuu yahay mursalu sahabi mursalu tabi'i irsaalka kaliya umba ya lagu cilayn kara ama calqa minada wadaaydhan ma juul xaal sida sababka waa nin fiqa qadiyada way taala waxa kale marka sida ku tagay oo sida xadiidku u sheegay qabay mursalkaas umar ibn khattab ba qabay ابن عمر باقبي فقه هذه الرمة كمجاهد يعطى أيا سيدا قبي مركو ومسلع علوس ومسلع علوس جماعة من الفقابة كتغي وسيدا يقول قبوا أن يرين الركواء وإنه قاردون إن شاء الله تعالى مركا ومذهب حيوك بدن وحنفيه قبان ورق بدن يكون راعي أبو حنيفة كتغي على خلاف بينهم قد يدى سهد مركا لقى جمهور توحي قبان ديارته هي قريها مكة وحي لمديهين قريها بلادك لكويا الله بين لمديهين هل كاسي سوء استاقين حديث كي مركم مسألة قصة بسنة يقول جمهورة دليشن جرين أيها هذا إمامك باللابية أما قليها كسور جيدا أيها وحليهين آيات سورة الحج بادليل نوعة إن الذين كفروا يسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد والمسجد الذي جعلناه للناس سواء وحل المسجد وحل وجد حرمك وحل وجد مكه وحل أمة دور لحي يكيد قناة عاكفكم مقيمك ها يا بادي كركين أما طارقة هاي سوكلوتك سوكلوتك ها إلهي وحوش إنه السمية هاي بلدك حرمك أما مثل الحرام وبلدك اللي يوجد أمك اللي يوجد والله سمية آيات هذا يقول لك صحابة أنا سيدة كفرت ابن عباس وكم دي أكفر سيرتي ومن جرير الطبري ابن أبي حاتم بقى كان في تفسيره ما أكو كان بس لهم لك مسألة سهلة ما حديث مرسل أنا وطمرتين وتوفي رسول الله وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن هؤلاء سهلان مركا هوشو معها مركا حديث جمهورتا رأيقا مركا جمهورتا أي مرين صحابة عضي سلمها مشكلة ماشي كجرتا إيطاء رأيقا أرانا ديارتا يقريها مكوالو سمين هاي ننسي يدقانا ينين كور كيمد با نين روبي كتاقا ينين ريام مكابا وسمين أرانا عمر بوكسوغان ابن عمر با فتوان شري فوق هذه هي مفسرين دي ريب مكي مجاهد يعطابة فتغوني ومسألة مركع علوس لكن جمهور الرأي قوضو أن أقن حدث أي باب النزول بمكة للحاج وحبابي هاي
اما كدغتان كيد قفك حاجه او دغي كره او ميل ميشو اسوغ مركا اهلكي سو جوجين او كدغي كره او كفران كره اي وتوريث دورها غريه هدي ان لا دخلي كره دخلكم مره وا فرع الملك شيء الله هبا لا دخلا مر هدي لا دخلا هيو بمعنى ددكي دولكا دغنا اما دستاي با اسكلو ملكي غوداي كو جيرت. حدثنا ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن عبد الله اخبرنا يونس بن يزيد الايلي عن شاب الزهري ان علي بن حسين زين العابدين علي بن حسين بن علي بن ابي طالب اخبره وحوشي وذلك ابن شهاب ان عمرو بن عثمان ابن عفان اخبره عن اسامه بن زيد بن حارثه انه قال انه يا رسول الله رسولك الهي زيد بن اسامه النبي ويديه سؤال اتنزل في دارك بمكه ما كنت دقيسا قرقي عن مكة كل هيت أصل قد كل هيت بلوجة هذا قرقي كمج مركا نقو أقمول. فقال وحول صوبانه وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وهل ترك لنا عقيل عقيل موحن نغتك عقيل ما بطالب ونبي نذير كيا وضغ أبو طالب وعلي ولال كيا يجعفري وهل ترك لنا عقيل عقيل موحن نغتك نغتك من رباع وحق قرئة رباع وجمع ربع وقرئة وين إدارة وين لها دور قرئة كدسانيهين قصر وين وكال الرباع على الإدارة أو دور أما قرئة قوني أو أقل لدقمي ونورداف وحقل نوم الدين دول وين نوم الدين حتى وحقل نوم التقمس مقصن حتى لدقم نوم التقم قد يدن وحي آيد أصل كيد ما كدب لغو النغضو دقي هاشم ابن عبد المناف هاشم بن عبد مناف أها أيا قول بضن كلها مكو كدي مركو دنتي وحاد على ويلكيسي عبد المطلب على عادة الجاهلية نينك مركا وعط عط أما أوين أما موقضاء أيا هنت الأول جنجر في الجاهلية كوبا حقو قال لو سهل كواليس كده تفجر عبد المطلب مركو وعد عدا قراش نصن كقبصدي أيو كوريشي يا قاتي هنتي أبيه هاشم بن عبد مناف عبد المطلب باقات عبد المطلب مركو مركو وايلي ونبالي يوهنتيد اقيبيي ويلشيسي وعبد الله بن عبد كميديا ونبي ابي كميديا هاي وابو طالب كميديا هاي حمزه كميديا ري عبد الله بكسمي دوك النبي كسو ابي كسو عبد الله كسو هاغا دوكي دنتي وحا او هنجري ولكن الشقيق هاي ابو طالب ها الا ابو طالب عبد الله وعسكو هاين اسكو ابين لحم هاي نبي ما دام يرو كهر اها وركار ود غرنيسان وها هينيي اوغي مركو دنتي وها او هينيي اديرك ابو طالب ابو طالب مركو دنتانتي يا كوري ها ولو لو جوغي لانتي لما قادن ابو طالب وقيريودي كدبنا نبي محمد يا جعفر يا عين وهجرودي رقي يا كسهاري عقيل يا طالب يا كسهاري عقيل يا طالب يا كسهاري قاعده مركو ابو سفيان دجيه باجرتو نين والبو هجرودي ان لما ردوغو ابو سفيان بن حرب معاويه ابيه صحابي قول اسلام الله سبحانه وحي هورا ولا قصدي ayaa wuxuu soo dajiyay wareegta ah nimanka hijrada argixisada nin walba marka ka hijrooday waa in hantiisi lagu habsado wax loo dhaafo uusan jirin nabi maxamed gurigiisii uu ku lahaa maka ee adeerka abu talib uu ahaan jiray ee abi cabdullaahi uu ka dhaxalay markuu ka hijrooday ayaa ku wareegay waxaa ku habsaday duqa abu talib waa dhinta waxaa ku habsaday caqiil ya taalib طالب مالك بدر لو قد قال لهم هيبا اللواي واحد ضفي سوى قالوا يميد انه دقال كقيب قالوا مسلمين تكدوا له ما فرس بها رافق كو قاضي ما ملك بها لدولي جان يعرب راد يرق من دوال اللواي رق يروح من دوال اللواي طالب يا زهري عقيل عقيل بقى اسكت دوذي وحي كسو جيذي ري عبد المطلب ما هذا ابو طالب قريه مركها لو قاتل صلى الله عليه أبو سفيان قاعد مدجن مع السلام نبغى السيد تيبك هاللية وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وحو يبسده يوحو كنتم تكدب
إذن نبي عليه الصلاة والسلام ما تشعلين في الجاهلية وحيابه الدعاية هنتكو سابسا إن لقد تبتقو أولو قد قدو تأليفا لقلوب من أسلموا هذه أباها وحسن لقد تبتقو أولو قد قدو وحقو قلبك وضنقني وردوكم بقى الإسكاد دائي وحقو أسكاء الدنيا شرعاته المسلمين طويبا قبا بأهاير وامحنا منكم فين دعيلن هاي نبي مركا ما تشعلين فروهك قادو إسكاد دائي مركا معنا هاو معنا نبي وكاه الله أيوه جمهورته محي كربان مرك جمهورته محي كربان نبي وحيود عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع قصري من نوغتك إياد والواوين أو دون مسقري نودا يي مفهول مخالفة مرك ومحي أما الظاهر النص وحاوه يهدي عقيل لك دين لها يا لن لها ما بقى اسكاها وانا ملكي سيكو جرتا هدبا قريها إيو قصرية ضمك كويا لو ملكي كرا ولا كيلية هاي لكن نبي علي وحمر الدوغي إن غير كود وعقيل وأنت رعب من طلب الرنبا أفكم روجست معناها سميش كجرة وكان عقيل وحوها ورث كيد حلي أبا طالب ورد حلي هو أصدق إيو طالب طالب نوائدين شيخ حقل لقوة بدر بلقوة ولم يرث مرد حلي أبو طالب جعفر ولا علي شيخ كما يسرد حلين لأنهما كانا مسلمين لهم مسلمين جعفر علي وإسلامين عقيل لواجد مدواء إسلام ودكتين وكان عقيل وطالب كافرين حلو أبو طالب دمن هيينا عقيل يا طالب وحي هيين لبق قال بي هيين علي يا جعفرنا مسلمين بي هيين هنتي دمرك وحي كنت قاعد اللي قسو قال لها أنا عقيل برضو صدي عقيل لما طالب بن مالك بدر بلواي رواية البخاري وزاد وحقود فكان عمر يقول لا يرث المؤمن الكافر بخاري مكعد كان ورينا زيادة سوكو دراي فكان عمر وحوها مركو أركي النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب قابك لوك أحلى مكو فيري علي إيو جعفرنا لقضيي طالب عقيل لهم تيدا يكوها بسدين هوشن أي تهاي إن أبو طالب قال لما قد انتي كدمنا مسلم وسندح لي إن قال هضبا ماشي وحا وحكوهاي علي يا جعفر با وحكوهاي تاوى وحي أبو طالب لقد حلوي أما هنتيد النبي أقولها لا أبو طالب مرد حالي كاري ويلك الهابة النولة طيب عقيل يا طالب مرد حالي كاراني ما هيكو قاتين نبي قواكي جرودي هلا ما يردو قصاصي يكوق يعقيل قاتي ومركة وقو تصرفي عمر مركة حديد كان وحكا قادين شري إن قفك مسلم كا وسندح الكارين مؤمن عفوا كافر قالوا سندح الكارين أباها وقال هدود انت مرد حاليس ويلك هذا وقال هذول أنت صدح لي ميسان لابد أن يضبك اللي ذم وكلا تريس وحدثنا محمد بن مهران الرازي ومن أبي عمر العدني وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران سوق وحول مركو ورنا يا حديث حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرزاق موسى أرني صرح بالتحديث عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين مرك معمر بوح متابعين وذات كور يونس بمتابعين عن الزهري عن علي بن حسين من علي بن أبي طالب عن عمرو عثمان الأموي عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا بالريحة قيد دقيسة ومالين كيف فتح مكة أما مركو نوي من كسر داغي لبضا ويسوقي لبضا قرب إن نبي قال ويدي ويسوق أنت مركو نوي من كسر تقي صدح يتوبنك إبريو رماتي يوم الصدر أيال نبي الله مكة حقيت كده قيسة مقول قد يبقى دقي حقيت مكة النبي قد يقول يسوق لكم كل تقي ما عليك فتح مكان ولا ودي قولوا سوس عند مكان السوق قال أين تنزل حقيقة دقيسة غدا بريتو وذلك في حجته حج الوداع بين النبي هوشا لودي حين وقت قدنونا أن أسر دوانا من مكة مكان أسر دوان فقال وحول الصبنو وهل ترك لنا عقيل منزلة عقيل موح قلو أنه قد تغي أنت ذي وحول الحلائي وحو حوكو قاتم ردوغو وقدقو مهاجرين حوله ذي وحلال وقدقتي يقدقو وابا أشو مركا مجاهد عطاء ابن عمر عمر بوحي أورنتن خاصة ابن عمر لا تحل بيع لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها ثوري باسدا كتب سمنا الثوري أبو حنيفة سمنا سيدا قبة هل كاسين مرين قريها ما كلمنا إيبن كرو لمنا كرين كرو إبكذ وحلا وحاران إن لكريستنا وحاران أضو إنت النوشة ونعفسن ودقي ما أنك تقضي قطونتو عدك لأضب النين عمر وحكو أمر جري مسلمين تم كدق أنا حلي حجك البابيه إنما حران كرتان بورنتري حلي عمر مسلمين تصور عمر يستان
أما أي سو حجيان نيو والبدارت والدقيني هاي البابي وين فرادا قطار وينو قنشال الله صوحنا المجر أيوه نينك حنا ولا قتش بنشري تعيدا الله درارو كلا ديها هيا وينو هوذو وينتي مصافك وحجاج وصوغلان أي برحدة إسكاد دقان أرضاك يدقي أو السيحان ويكون راشن قرصان إلا حاجكو دمانا ينين قوري جيزا قنشال صوحنا كلا مجر نحيل لقو عمر ما قالي حباء من سنائنا لك الله هاي إلا لك الله حقيقة كتمت مركا لغا صوتوغا آيادها قرآن كي هذا دليل شديد إنما إذا مسجد كاللوجي ذا اللو مجد حرام قرآن إيا ديارتا مكا اللو مجد مركا لغا صوتوغا مكا محالو نبيغو مصلحي بكفر طيم سحيوغ إيا أود ملتي لبا كفر ظاهر النصوص وحاول نبيغو إنو عنوة إنو حوكو قبصده لوكا مكا مركا وغنيمة للمسلمين لوك المكة الغنيمة إسلامك الله أوبنا المسلمين إن سيد غنيمة منقولة هي القيبيو مجاهدين الله قيبيو وأربعة أخماس لغرفت خمس إله اللوجو يعلم أن ما غنمت لله أن ما غنمت من شيء فأنا لله خمسه لا إذا حق الله مريو أفرت الصوحة رينا مجاهدين الله قيبيو والله يلا وحكى له أوبنا وولي بس إذا أوبنا السنة دعاء وحدول إهانتين مجوران عندنا مجورت دعاء أيضا الله ما قيبيه هي وحلو الدين يا مصالح المسلمين صادرت نبي ما كان ما قيبنين ددك دغنا بو دغنا لكن وارو وقفوا المسلمين اليه اذا كن المسلمين كميتين ما انت لا قبل ما دام الاسلام تي وخي كدب ديفسد من احتاج سكنه ومن استغنى اسكن غيره خيبر نبي هو قيبي وسهام بو قيبي ان لا قيبو دلك مركو وا بنايهي إن وقف لقاعد دقوا مسلمين تلود داينا وبنان تسيد العراق سواد العراق عمره كسر ما يمكوا فرطي أذكرنا إسال كمكة لكن غنيمة منقولة جيلة أرجع لقطة قريها وحي هنتي إلا قادي كرك هو قادم هاي إن لاقي بمجاهدين توا مسيرة إجماع إجماع ضرورة قطع كل مد نينك هوشا كم رميد إذا بعد ما قامت عليه الحجة وكافر سكوا هذا لا بين لسكو خالدين غنيمة الأراضي هي الغنائم المنقولة غنيمة المنقولة وقيل هي أرقى هي اللغة هي قريها هي العقد هي وحي لها المال معلو يقنى وإن لقي بها واجب وكي النبي وصحابي بأي النبي قال له ليب كان كورا ليب أصلاً تلقى الصوق وانا في رحكا قد عيو اسكسي بي النبي قال له ليب كسوانو ومقدد كمالي غنيمة قصوة ضربة الليل وكيف فريز وكسيبي حال غنيمة ذا قصة ودر نوح عليه الصلاة والسلام وحي غنيمة إذن كإسكاله خمس مارو والليسيي طيب وإلهي وحر مياني يعال كي والخمس مردود عليكم فيكم في أدقرنا حديث النساءاتكم مرتين إذن والله بك الباب وإذا داك خل الدمي شافعية ابن فرقاح يعيدن كيسي وحسكو خلدين الغنائم المنقولة وغير المنقولة من ذا أن قلك لبدا بابا كفرا إلا قيبي كخيبر يعني إلا قيبنين كمكة وسواد العراق في عهد الصحابة لبدا ويبنات أما المنقولة النصوص قطعية كتمت اجتهاد كمان فرو مران كمان فرو خلاف صائغة كمجرو وإن لو قيبي أربعة أخماس كذا مجاهدين وركينات فانتاوي ومن خالف بعد إقامة الحجة عليهنا ما دام مسألة شرعية فرعية أي تاي بعد قيامة الحجة يقالوا بيا اسكا إلى علي يا مركة تانقي يا شيمو وحدثني محمد حاتم ابن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد ابن أبي حفصة وزمع بن صالح قال حدثنا النشاب تانقي يقواردة والله قيم هدي عيدك مركة أبها يا إن المجاهدين تلقي إبسانية معليت بك وايسا توان توان لواتن لواتن بان دور كتان بيسكو سين إيا وحي إيشا قواري قاشامان أما ألاب وضا أما قوري وين الهالي والله قيبين كدبنا والله قسي دولة دا كيبسا سو دولة ميشا بتاب غنيمة دا أنك أبهانا ننكي أسوك استعمالا إيا وحي الله بها دولة دا لقي يبسا نيس هدو اسكو در جيريا لچينا وحال لقينا يا مسيل لو يقاني نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة لو يقاننا نزع الملكية الخاصة
للمصلحة العامة واللقاء قادي قيمة هذه أن لقوا بخسين بلقوسين شو قضاتنا ولقوا حراية هذا تنجح جد جيني زمريه بالوقت كلين. طيب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله بالرهدي الله إلى هذا من على قد دريري مكان أول بقول وشوقي ورهاب ودقها يا ودحرية نبي الله هذا حكي دقت أسامة حكته هي هذا اللي نحن ريب محمد بو آيو النبي قال كيسوها وتقرئها مركا وأقيها النبي يقول سوح قريعة ماشي كلها مركو حور ربعين وقعد النبي ماشي دقت وذلك الزمن الفتح بوها ورانا محطوه مرتين في حجتي وذلك في حجتي حين دنونا من مكر وايد هوري. طيب الرنكاس لان ويدينا وحوها حلقي فتح مكة قال ابو حوري وهل ترك لنا عقيل من منزل مركا عقيل محقور نوغته نوغمت نوغمت محقور صورة ما هيش اذا مثل هذا مركا وحيقون تقيسا مكة خلاف كجر جمهور طيق قبان ولا ملكي كرا إلا من ملكي كرا ومسلمين تكرح حيسا أصل كاسي كسا لا يسان تاي أنك شافعي إذا وحان قبنا مكة صلح بالغفر طي نبي ومركة دقال كما فرنين ولا من مقونين دليل لما لها وحديثه صريحة وصحيحة وكيمت إن مكة الغفر طي صلح يشيس مجرو حديث والبو الشيقية إن مكة صلح نبي وكفر طي وضعيف منكرة لكن حديثة في الصحاح وصنا وامحي وحي صريحة كتاي نبي وكفر طي عنوة أود ملة لكم مقونيي كدمنا أوي نك إسديبي أسوي جوري دخل الدار أبي سفوا آمن نك ماذا حتى أنا قرط النقاضينا دخل بام بنا كدعي وخالد عيد بنكو كسو قريع ولو كلب حي وتقرن إنسان أو شامركا رأي لا مالكية هي حنفية أورنا عنوة تنبل غفرة أيا نجح حق بنا دان وشافعيان أما مسألة مل ملكي كلام سلام ملكي وبحث حق بدن رأي لا صحاب الله مرين هي تابعين تقار كذا أبو حنيفة يكوت تجين ثورنا وأندين شيء رأي الجمهورنا هل كان دليل شدين حديث كان نبي إنه منزل يدار طيب وهدي اللي قلت لها أويا لنا لها ولو حكى جوابيا تدكوا كم بدنيا دارت أدم مكات كلها هيد تدكوا وات كم بدن تاعي إلى وقف على المسلمين أديك سيد الجنا أنت كل رقم يبقى كم بدن مالك تخدي قطن تنا ولا جاورجين ولي أنا حديثك حجنا وما إليه وحيد الجمهور تجليشان آيات سورة الحشر للفقراء الذين آيات تجليشان ولو آني فنصبت الديار للمهاجرين بالليل وحال الإضافة تثبت أدنى ملامسة أدنى مناسبة إلي الدقنائيون ويكب حين أي يقريوه يقطع هيدات كان كم بالنائي مدك لي تاسوا قبل الفتح بالليل وحالقها لوام حيوة بعد الفتح يروكي ونبي وقبطي كدمنا وداي رهم مكان لقاه الله يا قبل الفتح وحي أها هنوكي هنا نو حكى الله ينقول الله غني ميزت ونبي وقبطي أو قليه وقبطي محابيس تسد وعفي أي يقول كنا وعفي يروح بقى يبين ما إني يدين كل داف صدى ما إنك الله بهذانا مسلمين ما إنك أتك دقتون تانا مسلمين كم حكتا ابن عمر يا عمر وهل كان بنا يتابعينه ولكن ومزرع دقيقة مركب لك سداس فقاد سكو خلافين صحابي سلفنا سداس سكو خلافين أي هذا وحكة تاجن ودكتين يا ماشي أدم رئيسا سكدين وقلين سود ويو جوري الباب لايدين فوري ها دولار عقارن بالايدين كتشي ده يقول بقالي نيجي ديزنا ها ترحيل بيا غانا تزحب سجلين باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج إشارة رؤوس المسائل ما أودنا إن أصل كخلافكم إذن تلمان نوحي كليدنك فروع ذا فقه مطولات ككفيرين باب جواز الإقامة بمكة وحباب هاي يا ما قبان لما كريك كريك لما يبين كريك قبان والله نفسن كرام وأرض المسلمين مارك قد يقتن توات كجوري بس كده تقعد كلا كوري بيس مسلم تلقى محيو إن لك هدايو وحاران إن لإبي وحاران ملك ومج مجل كرتوا ملك المسلمين بيتاقين هنا يو مرحبا عليكم السلام نينا حتى سقطت صور بالغ الرسالة هاي وقربنا رأينا إن صورتنا هل تجيو
dad murki bay noqonayaan weyn ay yihiin dad laba sano uu dhameeyay subxaana allah sabuuri aad u tira badan oo laga ijaarayo awal mid teen dhayay qaab teen doona laga furto ma hadal aad xataa uu kor beer fariisii maray shacab dhow haddii moogtahay shaqal baan waa su'aal la weydiiyay dhib badan oo niman yurub joogay maranka markaas uu ku wareeray shaqo la yaab wuxuu nawaasil oo dhib badan oo saasaladiba saan ugu haysta kan weysidaas aan ugu haysta maxaanu sameynay cuntada khamri baa lagu darahaya khinziir baa lagu darahaya wuxuu waxa yeelaysan wadan islaan imaada wadan islaan oo xukunki ilaahay ka soconay imaada meesha hadda miirad ka hadlayso culimadu waa horey ka hadlay maxamed ibraahim baa ka hadlay shawni baas baa ka hadlay way diideen culimadu salafkuna waa diideen waa dhul muslimiinta u sameeyay lama dhisi karo milki khaas lagama samayn karo dawladda howl gooni ah oo dhaqaale ka soo galan kama samayn karto laana ciidi buu keenaya salafku dhan baa diidan fatwa shaadun macaanahayn bay cuskadaan fatwana kama ahe way danaysanaya laana diinta laga tagay xukun baa ka shaqeeya canshuur baa laga qaada adiga xaajiga xaajiga canshuur laga qaada daraa'ib oo weliba aan adduunka laga qaadin canshuurta adduunka laga qaada ee gaaladu qaadaan reer yurub ingiriiska yurub iyo maraykanku ay qaadaan shacabkay ku soo laabataa boqolkiiba sideetan canshuur celiska lasuga dhaqaale fiican baa laga soo helaa aad ogtihiin sanad markaad shaqeyso laba sano shaqeyso mushaarka aad waad qaadan jirtay waxaad meel baad dhigan canshuurta aad bixisayna badankaad aada lagu soo celin wax yaroon yar baa lagaa goosanaya nimankan waa un kaa jiidi wax ka soo noqonhayana ma jiro boqolkiiba shan iyo toban soddon baad canshuurta gaadhsiiyey boqolkiiba shan iyo toban baa lagu canshuur haya wax walbood qaada xaaji noqo ama ha noqonin aday ku taalla wax kugu soo noqonna ma jiro marka waa xukun ka baxsan wey shariicada shukra aan ku lahayn laana nimanka wadaan muslimiin ahayn baadi shacabka reer sacuud waa shacab muslimiina laakiin xukuumadooda waa xukuuma kaafira xasan sheekh maxamuud baa dhaama xasan sheekh maxamuud baa dhaama wuxuu ku dhaaman mar kale idiin sheegi doona baabu jawaaz liqaamati bimakkata lilmuhaajir wuxuu baab yahay ku nagaashuu inuu bannaan yahay bimaka maka lagu nagaado lilmuhaajir ninkii ka hijrooda maka minha min maka ka hijrooday bacda faraaqi ilxaji xajka markuu dhammeeyey kadib walcumrati thalaata ayaama saddex maalmood uu ku nagaado bilaa ziyaadatin korisinya la'aan muslimiin baa maka ka hijrooday madiina u hijroodeen linusrati rasuulilah sal alay slam muslimiinta maka ka hijrooday ee madiina u hijrooday hadday maka dan yar u yimaadaan xaj iyo cumre wixii la halmaala saddex beri ka badan inay ku nagaan looma ogolayn bacda alxaj xajka markay dhammaystaan tobankan beri xajka uu socdo markay dhammaystaan oo maka yimaadaan saddex maalmood bay sii joogi karaan waa bacda alxaj saddexda maalmood markay dhammaato waa inay ka baxaan bay waajib ku ahay maxaa yeelay waa diyaar iyo balada ilaahay dartii uga hijro uga tage una aadeen nabiga inay unusay u heeliyaan oy madiina tagaan marka looma ogolo inay meeshii dib ugu soo noqdaan wax ka badan saddex beri bacda markay u dhammaa acmaashu u dhammaato ruux saddex beri wax ka badan lama ogolay xadathana cabdullaahi ibnu muslimata bnu qacnab qaala xadana sulaymaan yacni ibnu bilaal sulaymaan bilaal ataym can cabdiraxmaan bn xumayd annahu samica cumar cabdicaziz bu maqlay alumawi yas'alu isagoo weydiinaya assaa ibna yaziid yaquulu leh هل سمعت ما مقاش سائبو في الإقامة بمكة شيئا في الإقامة بمكة شيئا للمهاجر نينك مهاجر كا مكة انتو كنا جانا يو حديثا مكة مقاش قال فقال السائب من الزحور سمعت العلاء ابن الحضرمية العلاء ابن الحضرمي بان مقلي علاء ابن عبد الله ابن عماد بان ليا ذاوى صحابي جليلة مستجاب الدعوة كان مجاب الدعوة وصحابي قناه بحرين أوليبي dhulkan hadda u taqanaa imaaraadka iyo bahrayn iyo dhulka qatar qaybo kamida ka talin jiray isaga caamil ka ahaa isagoo maqan buu nabigu geeriyooday waa saxaabi jaliil khilaafadii cumar buu dhintay afar iyo tobankii jirada ama labaatan iyo kood intaaba waa la sheega samictu alcalaa ibn alxadramiy aan maqlay yaquulu isagoo leh ibn alxadrami waa iska nisbe waxaa weeye hooyada loo tiriyay ama loo tiriyay balade cabdullaahi baa leh duqa duqa wiilka dhale calaa ah isna waa saxaabi يقول رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر قف كمهاجر كو حو هذا اقامه ثلاث صدحا من نغاشه بوليه هي بعد الصدر سوفلده كدب لغا سوفل من لغا يمد بمكه مكه او كنغادو مركاد مكه كسوف من كسوفشو او حج كدمادو ايا متشيق دمادو او مكه تيمادو صدح معلومات بس يجو كرتا بعد مهاجرته كانه يقول وحد مدنبه انه ليه هي
لا يزيد عليها كما كردين كرو أفر حديث بوذات كان وري ابن العلاء نبي كوري عليه الصلاة والسلام واتفق على هذا الحديث حديث كان ضأ أن مريم البخاري مسلم بيشكر راعين حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز بن مقلي يقول للجلساء يسوقوا لذاتك اللفدي واجو أميرك كأها ومدينة كأها ما سمعتم محاد كم مقشين محاد مقشين في سكنة مكة مكة جدي يعني سنة يوجد الإقامة بمكة رامبا صومرتين فقال سيد بن زيد وحوري سمعت العلاء بن مقلي أو قال العلاء من الحضر بن وحوري قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر مهاجر وحور نغانية بمكة تكون نغانية بعد قضاء نسوكه عمل كسينت لما يكدر أما أوقتي ثلاثا صدح مالبوت بن نغانية قيبت أن ضمبه بعد قضاء نسوكه علماء بضم بعد دليش وحيو دليش دان ضواف الوداع وداع أنو سكامد أهين من أعمال الحج نسك ماءها وعبادة مدح بنان عبادة مدح بنان ويو حاجي قال لقربه معتمر كان لقرب على خلاف في المعتمر وعبادة مستقلة وليست من مناسك الحج بلود ليشد محايا الورغتان بعد قضاء نسكه عمل كسي أنتو لما يكذب ها وحونا قان كراقفك مهاجر كصدح مع الموت سير لغوصو انتباه ماشا هاي امركا حلقة استنباضي طبيعة طواف الوداعية وحال اسكفيري يحديدك دلالة التركيب بان لو يقان ان نص نص لغو قبطه لغان صوصارو فإذا اي حكم شرع لغا صوصار دلالة الاقتران كضعيف كيد ماءها ودلالة التركيب وضم النص الى نص والاستنباط منهما اذن طواف الوداع طبيعة سمحيتا دنت هذا مركز ضم يسطع دقائق يسوع وحبك وقدم من مكيد بحيسات ضواف يسكت بدقائق بعد ضواف الوداع عدد سيجوك تمد أدنى جات مال يلا وما المضوح إلا مذا ضواف الوداع وبرد ضواف دع ماها كأنك لم تودع البيت وأنا مرة لا بتكون عريس هذا المهاجر محلي هتيجوا إذا ما كان أعمال الحج شو ضم يسطع وحتيجوا كرتا صدح مع الموت بعد سيجوي هذو ما ينكو صور لما يستي أعماش حجك من أوكي من بقول ضوافه كده من صدح بري وسيجوي ضوافك وا وابري لأنه أقام أقام بعد الطواف وحال ربي الطواف ثم السفر بلدوني مقيم بنقطة صدح بري وسيجوي إذن صدرت يد طواف الوداع وحوي وعبادة مستقلة وبرنانك كا نسكت بعد قضاء نسكه ثلاثا سيدا سيمرك ودل الشدان غدا بلان بان الكامر وشابعي ذا كمدهين على خلاف فيه حدثنا حسن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد الزهري حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان اللي يشكر عن عبد الله عفوا عبد الرحمن بن حميد الزهري أنه سمع عمر عبد العزيز بن مغني يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال صدح بين يمكثهن المهاجر مهاجر كنا غانية بمكة مكة قده هذا بعد الصدر أي بعد الصدر مكة لغسوا بحمينه لغسوا فلوه فلان إذا ما نكسد احتمال بلغي مدادان تعجل لصمينين حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني أخبرنا بن جريج عبد الملك وأملاه علينا إملاء أخبر ابن جريج أملاه علينا إملاء حديثه النويري وكان لك كده يسنوا عرض القراءة السماع من لفظ الشيخ هو. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن الصائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر قفك مهاجر كنغاشي سؤون نغادو بمكة وكون نغادو بعد قضاء نسوكه انتو عمل كسيدا ما يكذب ثلاثا بان في عن ثلاثا نسوكه بضا كسيدا سا كتا الله مركا دي ثلاثا دا مركا اي نغطا محفوظو فعل بلو قدر دا عامل بلو قدر مكثل المهاجر بعد بمكة بعد قضاء نسوكه ثلاثا ان يمكث ثلاثا انو صدح برين نغادو ويهي ثلاث هدي اللي جادنا وبعض النصوص القرآنية هذا وخبرك
طيب. وحدثني الحجاج بن الشاعر الثقفي حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جويع عبد الملك بهذا الإسناد بكتبي إن كاس الضحاكة بمثله مثل حديث عبد الرزاق عن ابن جريج. طيب وحلق سوريبا يا مركو حكم كان أقفك مهاجر كأ مركو حمل كيس حج كأدم ما يستو صدح بركبة لما ككمان نجانكر وحلق سوريبا يا صحابة نبغو أوفى صحي إن يكون نجالان خارج مكة خارج المدينة صحابة حاجة نبغو أوفى صحي إذا إذا ويدستين ويرمي ماشى دون تان دقة والمدينة لقفة صحي جو جتان كذي مي يقول إن يسكت دقة قليل مقالون كلا دقة بقى إلى هاي صحابة يقعد مكي مادان أنت يدونان بيجو كرادات كيل مديين حكم كان وحوق سيا صحابة كجوت مكة يوجوتي مدينة مدينة الدجنيد نبي ونو صفا صحسينين أي مدينة كوجورة روايات كسيدة صعديني روايات بمن معناها المامي مركز تاسو خاص كويا الإمام أبو العباس القرطبي أو العلامة اللي إمامه ولا سقوق بزن قراهي وحلي وأشعري جلد إيه بحث في عمو الشيخ مكم هل كان مرأي وحيري وحال لمدة ولا حكم كان لمدة قف كستو مسلمة وبلد دين تسنتين لقول له بيكت تجيب على لمدة بلد يديارة كنا ولا يدلة تكتب الدين كذا لقول له بي إلهي درتي بعد أقول جلوت البلد كي هنتي ذا دين وات كت تكتب دول كادي يوحي كوي علي ودن كلا تكت ودن بارو كي في عنا دام هو إسلامي أما النبض بار لقيه علي أما دتك كفنين هي باب الله عظيمة ما قصوا نغون كرتا أم دقي كرتا ما يويري هذا الدير أولي أي مفهم كوكو شيئي وحافظ قد سوء قوريي مركز وهو وجمع حسن متجه بوري حيو تخيص أسمي يو كهلو حلو إنك لقادة ما محيري والجمع وقياس بنان كي يالو وحال إلى ذا والإلحاق بالجامع الذي بالق فيرنا يا محيط علده صحابة محل وجود إذا إني ما كنا نقدان ويدقى محل وقت تجين لله نف يا مال يوحي لك إنه وقت تجين نصرة الإسلام بين مدينة أوت تجين إذا ما إيش هذا اللي درت وقتك تكون مسون نقون كرتيد واحد اللي درت أوب بحسنا كمان نقون كرتيد كالكلب يعود في قيه بأن نقونيس وحي له درت أضب بحسي أما أض وقتك تي أما أدوجه جروتي كنقطة كسل ما أقوله ليس لله شريك معناها سميشو كجرور وي مركا قليه واجد نتيد هم وحنكسو جرنا يوروب قلبيد يا مرايكان يوروب إلى هيدرتي كد مكا أفريقيا يمادين ويكو كل هذا هذا ندب النقضي بل قوى الرب أدب أبو بطي صبال واجهوري هذا هو الإسلام فهمي. طيب واجهور أدب أبو شعب بطني هوين كما مكي لقب سنوى يا مشعر دين عيلي وذاتك الله سيوة مدار كيسا وراو هجريتي أتشاكي تواشتو جرودي هبحينا أفريقيا إسكت شوكا وسترن كان يلا آذن وذلك يسوس عم هذا كيس واقع دم أو شمر كان خطروه إن بضم وحني إلهي درتي وهول علوس كفر صدق إلهي درتي بان كوتش علي إلهي درتي بان وعلى أونهاي إلهي درتي مي يل الدونتان مرة وضع يسا المعذير بان هاي وان كاه له مسكده أما ضم تيدا كسوق الشيء أما طلب بان هاي أما وان اسمه ما إن هولها كوه رجيس إلهي درتي شيء وين وي وتحسبونه هينا نوع عند الله عظيم إلهي درتي نينك أطلتش عيش هاي وإن أذن وحو البوء سمي أذيك وكوكو سمي أذن كحناق إلهي درتي بضاها إيسان ما إلهي كان شنبق لقوة دين وضا حناق مسعون إيسان مثال بنوك جدا هذا وحكا لما مثال بنوك جدا إسك إلهي إلهي درتي وحد كوة دا وحدن وانكالي الدنيو مجرتو وحن نعرف إن كان رجين مجرته وحدا كلون كوكش على هذا أمام قوة مجرته إن الدين كوف في عن تاي الله نكوح عن تاي بنكوش على هذا هذا هو شكر رمي أمي سك داية سك إلى لي هو شيء هذا رجل يضم أربعة يا هو شيء ذيك ما جو جزال هؤلاء هدرت أدوه ده ذيك هو عصلات ما كنت نازل كرتاه ها فتقول الله ما استطعتم لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة هي القاعدة واحد أود وإذا عمل كأد ودي إذا درت أود ما كت كري ويد كم صاروا وقرع عايا لكن أصدق وأنا أنظرن أود قشين سنة أود قون سنين شذي وهذه جهاد جرواقة هو ركدي من الجهاد كان يمحوها عيار بؤها
عيار حنفي محيد هذه من تاب من الطاعة كفر شيء ضعوت سمين جرت وإلهي درت وسمين جرت وعبادة أهد هذا كقوم ميس عبادة دي وادقالوا بيسابي ده صلاة بدون بتكون جرت مشاهدة كحد نجرت أفر جزء بالأخرين جرت أما صبح بالأخرين جرت قرآن كسر عبادة من جرت هوش ما كلوح ما طيب واقام والله باترين سوى ده وادقالوا بيسابي ده حنفي شيء هل جنك وادودي ويدي وكوا أتكاذي دقالة أوويدي طلبة أوويدي كلمة أوويدي يهيل يقرب إلهكم الصالح فاتقوا الله ما استطعت قل قد أما تيرسو أما إيبسو أما حبارة يكوت الله لكن وإن أظن دورين وهذا هو شاكود على أصل مركي هل جمعين أوري أما أي دقال كبير بالله بهايين يو حكوي مثل حكود عمد تقالنا مركو ربي حكود دقال لما ينكلي إني قوليستان ويقول ريان ويدالك قبصدان ويقول كنا اللوذان وبيتون أو ريان أو بيتمان بيدون هاي هوش مركي حقيقين وايان ليه ما يهدانه وعبادة أن ودني أهيد هل كاسنا تبرونا لكتي هبلو وحان كوحان باري وكال قعلو وحان كولوكو فينا واتبر ليه ما يهي وحو الله دقال لامي أو عاية أو حكشي عمل كي سهري وخلط صومالي ذا قبيل كاسكو الله يساكفي عن كوه ودادها إنك صومالي ذا قبيل بكود دولي ما أنت اللتشمين وبالربا اللتشمين وقدم باي مقدير بيسكو الحلي وري قواري هبل اسم دي بهاي إن هبل بوي هاي ما لكم جانس لو بقول سنة الله كدي إيه يفرح فودك قل هيا ما لك حتى دوت شبه غير كيس كم تبت كين هاي ولي جوا إيه هبل وري هبل واللودي وودي من مركع عام ماذا يسكون الله يس عصبية ده يا كعقد في عن ولا كك استغفر الله يسني ها عمل كيس هوري هو شاف هذا وهو الخطر أسكيل عليه سؤال في عن بدي يودي سأو هو شو كم هتنت إنك صوت هو لك لو ضوضه ها أقوله ما يلهم يا شمال ضابط لا إزلالي خوش أسكي وخطر وي وكأي من نبي قتل سقراك ميدان كوارا قتل أنبياء لا يا شيخ قد يضو عباده إيا فريدك سارا وي أنت أودي كرت دد أودي كرن وي كان بعض لكن ها عمبارين عملك ونقصات سود إلهي ميزانك القول لكي شقيستي طيب لبدا إسكي إلالية ويحدد كيرو ويدكم مصاربا لكن هكذا بتجي حيدن سومالي راد أروديات هم ديب الله مقا هذا محكوكين وعانا شيئين باب تحريم مكة وسيدها باب تحريم مكة وسيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدواء باب دير هل كان سكتجوه عاو سوان سكت انت ماشي نكون استغان أركا كان جاري كلا سما باب تحريم مكة مكة حرمة ذي بباب يها إن الحرمة يحرم عليها ذهاي يو سيد وارس جدنا سنبنانين وخلاها دو جدي داق جدنا لجورين سنبنانين وشجرها نجار كذي جدي جدنا لجورين سنبنانين ولقاطة يا بعد جدنا لقاضو إن بنانين إلا لمنشدين ني يهدينا يمويين أما بافينا يمويين على الدوام سيجوك تأو بافينا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي أخبرنا الجري وترجمة النووي على بناء على مذهبنا وقصب ما هنا ترجمته أي نسك وفصنته طيب حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي أخبرنا الجري عن منصور المعتمر عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعوري فتح مكة فتح مكة عفوا ما لك فراشدي فراشدي مكة النبي وعوري لا هجرتا هجرة مجرته بعد فتح مكة لا حجرة بعد فتح مكة رواية بعد الفتح رواية بعد يبقى هجرة مكة لقى هجروده ومدينة له هجروده الله إلا هذا ما هجرته محايا إليه ماشي لقى هجرون هاي يا بدار إسلام نقطة الله فرطي ولكن وحاجره دائما إلى قيام الساعة جهاد هلقا جدك له لقوها القامة يوانية خير للنية يستنينك كاري واي منك أوده واي النية إله ما نقد أوده سيسو وإن قال كدي قلبه وكوهي ولكن جهاد جهاد باجره واجبة بشروطه وأركانه ونية لعمل الخير يعمل كخير كي طاعة جهاد كل النية يسته وإذا استنفرتم وركب حاي سقر ماذا هدي الله يدان هنا فانفروا بحا مصوص تكتم الباب كورنبا وإذا استنفرتم باكتم هذا يا معنى الله مدى مبني للمجول بالغرد علماء البلاغ وحيدة هذه خاصة علم المعاني ما كان لمرة عاملك اللقوية يا فاعلك ليفيد العموم قال له قويا
waydo istunfirtu war soo baxay war soo gurmada ama waali haydan dhaho ama amir haydin yeero ama madaxweyne haydin yeero ama nin caadi oo shacab muslim ah kuwa kale aan gurmana oo aanu hilna muslimiinta war idan cidda kugu yeedhay halganka iyo jihaadka qasama inuu yahay amir daa'ifa haday kugu yeedho waad gali haduu xaq yahay nabadoonka reerka haduu kugu yeedho waad galaysa idan waydo istunfirtum soo birmaday hadii la idin yiraahdo soo birmaday cidda dhahaysa qasama inay tahay dowlad ay shakhs weeyo oo warag hawshaasi kugu yeero kugu baq fanfiru bax waqala yawm alfath nabi wa fath makka in hadha albalada balad kan asaga haramahu allah ilahi ba mamnu'ay oo xurmeeyay yawma khalaqa samawati wal ard maalinku xiriyo dhul alla abuuray buu xurmeeyay awalam yaru anna ja'alna haraman amina wa yutakhatafu an-nasu min hawlihim ومن دخله كان آمنا إلهي بحكمي حرمد يسونا مالك إلهي عري يدلو أبو ريب حرمي يقوب تأيضا إلا قوة تقول كي كمت هاي فهو حرام أي محرم وشيء لحرمي بحرمة أي بتحريم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قيمين ربي قيمي أم حرمي أو كم من وحيه وكعاقين هاي أيو كحرمي سيني هاي إلى الدونك اللي قرره وحبدلي كرنا مجرور نقول وإن وري شاني لم يحل القتال ده قال ما بناناني فيه في الحرم لأحد آدم قبل أن يقهري قف من آدنا ومالك إله سبحانه وتعالى وأبو ري إلى يومنا هذا الله فصحينه قد ده قال لهم وأن يقهري مجر إذن حديثك محو نسكو يهي رأي جمهورت نبي قولوا مكا كفرتي بالقتال والصيف لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ما بقواد دقاء الله مرك ورك حان شافعية ذا ولا قحوك بدنيا ولم يحل لي إما بناني يعني حتى لي فصح إلا إما بنين إلا ساعة من النهار هل ساعة إن برأة يا لي فصحون هل قسوا قبق بيني وكفار قريشي نمين كريب بني بكري إسوالي ومسلمين تظلمي إريب بني خزع اللايي قويس كن نبي قادوا تاقير جري قال قد مسلم قد نبي تاقير جري ولي حلف كدحي النبي محمد قال كيسي يخزعه بيقول النبي يقول هيرين جرين سردون كيسي هاي ويقرب استاقي جرين قال كذي مسلم كوضبا شيء بخزع إذن نبي وحوري ما أنت لقب مركو نبي مكفر توحوري أحد من آدم وما أنت ديك دادين كرام مجر وحن كاهين ري خزع وفي بني بكر وفي سعنتي ري خزع انتي دولين بري بني بكر إبر كرنجي وحير باكفي كار قوس تبود إن بدهم بين إعلان إلا هم مشركين كي إسلامي توحيدهم داي وحكى لهم مال سارة قبل كبار دعوات كبر يا نبي حلو هلا جوجي بس أنت نكف لهم عيل بعدين هاد جوجية قال يا مسلم روح لطابان كنا مج لا مجرو من مركة أيق آذ النافية وربني بكرها وربني اللي تكأها والدلاء وبلا يقضاء يا آذ أخرى ذي ربني خز عمانك قلب كده دمبي لما نبغى كده أمين دورة فرطي ما كي عصر كده دمبي هادين هاي فيت كده دمبي وي واي ما له كبح واجي مركو بريب وحقه عن سينو إسلامه صدق ميل فكيم وصاب بقوله النبي أصوا سعودة إيه نحرك هيل وي دليل نبي أدب هو شو أحمد صدق وانا قال دونا والله ده قال مريخ وزعو ليك مقتني كان سكاب بحي مقتني كان يدلنا سكاب بحي نبغى كمرك يرمانك يري صدح بقى إلهي أوقفك صدح الروح يا إلهي أقول نعبي هاي نندي لي أحدا دل وديك قبل أنا إن ذي ربع ورد أنت ورموجدة ورموجدة جارسية هوي الصومالي ذا قف يا ذي وكدي لي بعض ربعين عند الشو إن ذي ركي مدري كرت ولكن مدري كرت أبيه إن مدري ويلكي زم مدري كرت مدري كرت نندي لي أو كأرجوس أحدا ديك قبل وأنا سوق الدل وأنا قاعد أقول لهم بقى إلهي أوقفك متكلا بعد حرم كأحد وحكدي لي مثل صدحات دماغي في الجاهلية لك لقابنين كإسلام كقولي سكو أرقوستا قبل الإسلام بأبه الدليل بعد ما أنت ودي شهدو مسلم أصنو مسلم ياي صدحات سإله يقف ابن نبي إيمان كايري إسكي إلا لي ربنا خزاع نين كأدي جينة دي قسام بحينا إياه شالا إنت بلد شيرين بعد نكف الله يدي ما هاي نبي واحد نين كان وانا بابي إنت أصوان نمبو قبي مصيبو أها بقول نمبو نوغا درا هدانا أسيك الدليل نوما أها نبي آدم مالك أو عان تريب خزع وحور ما بوش أصوات خو تيد لكن حكوا يربت بعدين مش أنتم سيسوانين بيا وهو مش يكون بيدليل سون إسلام كقول دواقين نبي قال أنا إيمانين هبسون يستي
امتحان لم يحل مبنى القتال ودلالك فيه اي في الحرم لاحد قبلي احد يقهري ولم يحل لي انا يعني مبنانا الا ساعه من النهار فهو حرام بحرمه الله اي محرم وممنوع وكعاجن ان ودس لدلو لو حد غدب ديق لو دادشو بحرمه الله بتحريم الله الى يوم القيامه حرمه رب سيي ممنوع رب ممنوعي الى قيامه لا يعدد لما قوي شوكه وأتنبيه بالأدنى إلى أعلى بالليل هذا طيب تنبيه بالأعلى إلى الأدنى محايا لو قضح بها دان لقونك قيد كقضح لها دان لقونك كان بعفي كور قيد قضح له أو كمودي أو مؤذئة أو حرم كوية لان لقونك كرين محايا مودا قيد كأن قريبين إن أمر دافت لها كسي درين هاي لا يعدد عدد هو القطع لما قوي يشوكه قضح سلم سيبه ولا ينفر لما في جيو سيد وقال حرمك ولا يلتقط مبادي قاضو إلا من عرفاني يهديي أما بافي أما هيبارنا يموين بادي ذي ذان لعق حول النول وحيدون هذا لقادم ما هي إناد أقاي سمم موين إناد يهدي سؤد ملاها كشيكتو إلى روح إلى الله له ولا يختلى لما قرو خلاها دوق يده خلاها دوق دوق قوين حوسك قوين أيا خلاها الليدة هذا مركز انتاد قعانتا ميلها قليس قيدة هوس عوصة كبحة ايو مقوري كرتيد مثل بنان كيس مقوري كرتيد قيد قيين لما قوين كرو ينقر منه فقال عباس عري يا رسول الله رسولك إله يو إلا الإذخرة ما دمويين نربا دمويين يعني عوص من الديف سنجريو بدا دا نو كل بني والباوي حي لقم بمنوك فسنجري لكن ما دا سنة لولوشي كتشري عوص أما نقار بحي بن سومالي استعماشان أساق أقول نعفي بنا ودكت ما دو سيدي ما دو نعفي بنايت بحل نعفي بدون ما أمر هذين ما داسوي أما ربو حاو تقانا دقا ربو ربو يا مارو أسكمت سو أسكمت ما شعاس نادو مقرن ساد طيب إلا الإذخراء ربو دمويين فإنه لقينهم ولبيوتهم فإنه إذخر كأسو لقينهم أي لحدادهم قينك وانك حدادك نك بيرها الطما يضبك الشدة اللي بيرتو حب عوسك ضبك ضبك وحلو الشدة على الربا ولقو لقو باللابو مرك عوسان بان لقو مارمين ضبهان بان لقو مارمين في نك مرك بيرتا كشقينا هي إنجنير كي مهندس كي حداد كأنا وما دورا ما وبان مصلحة بان بوهايا سيفين لما تومي كرو ورمين لما ديارين كرو اللي يبكي فلاد لما ديارين كرو إن من كان لهلا مويه نمن كان نوحي كشقينا هيا واكن و حابضان يوحاوي يعوس كان بيوباني ولي بيوت مقريه هذا قريها ما كلا دسانا أو الوحي الله صاروا شين قد بيها عريزة يوحى القص عوس كل وحده واسق يدين كو مدلله كلاما باشي قنرضة سارين جرتين أما الدل كلا سارا أما الدور كلا سارا واركتين ولي ما لها بيترك أجوغانا ما قان باشي دو بيد محلوس من جرتة درقادها محل ساري جري مقنون بيد وحل زار جري اذا غريه هو كل استان غريه سانقاف وقد دغان بي روبك كعليا قرحدو كعليا فقال نبحر الا الاذخرا دربد يا ما دموي عوسك لما غوين كرو عوسك لما غوين كرو حديث مثلا ان صوم سو تفويض بماش كجرت وهذا كرو ان صوم النبي ما بنانت هاي ان الله او تلا سارتو احكامته عدينتي من غير وحي يا مايا خلاف وانا صومر نمنك دليش تفوت كونو بناي هاي نبغي نكون اجتهاد احكامتا صدون او حكمه صدون او حكمه اي وافض حكم كي الهي وافض انسى قرب مارين نبغي مالية مسمالها ومسألة اصولية لسوق لابسين جاي نمن بضن وادي نمن واقل هذا ديدنا اللو بدنيا وحدثنا محمد رافع قال حدثنا يحيى بن ادم من سليمان الاموي حدثنا مفضل ابن مهلل السعدي عن منصور المعتمر في هذا الاسناد بمثله بكتبه مفضل بامركا متابعين من كوريا جماعتها ولم يذكر مفضل موسى شيغن سو منصور من ما الحديث كوريا عن منصور عن منصور طيب جرير بمتابعين ولم يذكر مفضل موسى شيغن مهلهل السعدي موسى شيغن يوم خلق السماوات والارض انت موسى شيغن وقال وحنا بدل القتال القتل القتل بأسقويت قتال ما بدين لم يحل القتل فيه لم يحل القتال بروايه جرير عن منصور وقال الحكولي لا يلتقط مقرب يوم مقاده
لقطته بالذي إلا من عرفها روح يهدي ميت مسلسكو هيو ويو دمرت وحيليين بايدا مكة محي بايدها كلك دوانت بايدها كلك دوانت بايدا مكة أيضا واد قادي ولي أنا واد يهدينه مال بادي يا له يا شيخ تي أنت أدق عن تقاهي يتكلم أنا سواد وليس ما كدم أنا وقدر دارني وأم الله سيا هذين لما ملكيه بعد كان محلوه يقع إنسان الله يهدي هذا إشكين يحلو بدن تاعي ويحكير نعرفه اللي يعريه لح برودي يبل إيوه هذو قال إني حبت مرة تاني لسك قرافك والغطرت وما فعل شيء بالسكوت يقع ما كسر ما بعد هيرة تعبنا تولي جوا أم لا تجنن لا يكونوا ويجي وأم يادنيس هذيك راسك طابن بنان كبر قل يا هل كاسين برين ما لك سوى حور بعد ما كوحي لم تاعي بعدها كان لم تاعي لكن نبغو حكاه الله يا أتكينا يا نينك أسوقن ياهن السنت ونصف عن أبا في نين قاتا نين حارع نووي بعدها كان ويكدر أنتاي ويكدم بوين تاي ويكعلوس تاي لكن حاجة كاي يملكي كتملك وايسك كميت مر هدي اللي هلو تعريفكي ياهدين هذا دنا سيدا سيدا هذا ظاهر النص لكن معناه صوت المامي وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي واسمه خويلد بن عمرو عبد الرحمن بن عمرو نوال الشيخ وصاحب الجليله مدينه كدنتي لحدن سيده هجرده لباتن حديث النبي كوريا واتفق البخاري ومسلم على حديثين حديث كان اكمد يهي حديث كوباد وحنا كسو مره مسلم افرتني سيده رقم كابا كسو مره حديث كنا ما انت واصدح كن عفوا كن صدح بقول كنتن يا افر رقم كادي لا فيري حقا كمكرر كان صدح كو صدح بقول صدح بو نغون يا مركا صدح صدح كو صدح بقول يا افر اندو صحابي مركا نينكاس وي بخاري حديث بولا تفرد غون ولا تفرد لا بلا اسكو وافقين مويه انا بشريح العدوي الخزاعي وربن خزاع وقيس النبي قوف الصحيحين ارغوستان ربن بكر ليت كغوستان الى قبل كو دعاهي أما إلى عصر كي كارغوستا أنا بشريح العدوي الكعب الخزاعي أنه قال لعم سعيد الأموي حكيري عم سعيد الأموي ونك أميرك كأها مدينو حلق معاوية ومسلمين توقعها خليفك ومدحوينة ويلك سيزين معاوية نامرك على قدق أميرك بولاية العهد وكقاتي طيب نينك أمرك عم سعيد ليس من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان بحافظ كيوري ليس من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان مجرم دلاء وقعن كل دقلاء وربن أمياء أنه قال عمرو سعيد حكور وهو يبعث صوغ الدرية البعوثة الجيوش جمع بعث صوغ إذا ما أما مضي الدرية يديارني إلى مكة أدرهاية هذا قربان يسوى شيئا مركي أودنتي أصحابي الجماعة أودنتي ويلكز يزيد وهران أسوق النور ببيع اللوقة ولي عهد اللي قديها هيبة حلك قبطي مسلمين تبضن كود في النكع عبسي درت يد بعايز كجاي لين هك دوره صحابة أيها هوشة كبي يديدي إن بضن نكع الله مركي هوشة أتكاتينا بضن كود وايس ديدين عبدان بن الزبير يا ابن عمر يا حسين بن علي باك من رجع هوشة ديدي يزيد هو شو وقع أبيه النول ببعاد يدو ينن خليفك النول أم الحين النول بعمق لينه بيعتان مصعون يسوى بدعو ويديدين أهريقلية وكيس عبدو إلى هذين أدلون نقدي ربنا أمي هذانا دقال الآن بأم بالله صومر علي قدي علي بنت النولاء يحسن يو حو ولا يرعب صدي سادي مركو قول أنت أبيه يزيد حب الله بين نول والبو هران دي دنا بعديس إنه إذا بعدك ده على قصو قاضي ورقب صدري عمن سعيد كان وجوه مدينة كغوبرنطوري أيو حور حسين ابن علي يا عبد الله بن الزبير يا ابن عمر بعوانة كقاده عمن سعيد بقول يا عبد الله بن الزبير هو ديدي حور بعقل ما يزيد إنه خليفة أنا ما بقى من زنيبة ظلم ما هوش قوقة أبي بقدر دار منو قرأ سكون النور واحد بلاش صحابة بدون كم ضن بتشوك أمضى ضن بقى كم ضن بعتي سميه لا يبر ولا ولا مر كان العذين هو أركي وكي دون طيب ما كو دون طيب ما كو عري ما كمركو تقول حب الله بالله بالله
وقدر هاي وكوكعين هاي المسلمين تا ريبن أمي خاسد يزيد يهوليس هاوش مركم مقلي معاوي يزيد معاوي وراق بصوقري وحوده إلا وإلا بيعاد عبد الله مزاه ليكن أمن سعيد بفرنت سوق الدياي نيحي من حكيم اللي يدادو ومكاكا أهوالي يا عبد الله أويري عبد الله مدينة وكسو عرض بيعادنا وديدن تاي بيعادي قل حيثان كان هين ورقاد هو يسبدل هاي نحن الحكيم وحوضا وضا من سياسات بلنبو أهاي عبد الله نووش على حرام كي اندي قلقو دادين وديدنا وحوضا وحوضا قليسي عبد الله مزبير انو بيع قاله فبايعه يزيد ببيع الله قاله وايا هيبو هاوش بو قرى مركا gubernatoriya maka qoray ninki baacday waa ogolaaday baacaysna waato qoraalkeedii wuxuu dhan waa feermada uu u diray muawiye ina muawiye yazid muawiye loo geeyay sham oo damashqas ka fadhiya xurmo yeelay ila abdullah ibn zubayr muawiye jeebaysan la yeelkeen oo aanu hortayda waxa ay ugu cadaato oo si fiican ugu hoggaansamo baac la soo qoray ma yeelay la aqbaluhu illa fi wathaqin bu سيد أور كسوق سول كلاسكو سار وين لا يكير نمن كبري بآهاي عبد الله جورج أمكم مغلو حيد أنا وانا نقد واحد شكتين بعه رام بعه قصة صبتين وان ديزان أبوه ودير جرب نندع على من أبوه يزيد أمر بو حسوب بحيي نين كانوا كوج بلايو عم المسعيد ومدينة فدو الوين عيدا ديارسه كدولة مكة وعبد الله بزبير سود له أما أسوق نول إيكنا عيدا كوا عيدا كلا ديارني ومن الغرائب ايضا كان عم سعيد دياري الله يطبق كون يا مصيبه وحال لو دبا امير كان نقضي نيل اذا عمرو بن زبير عبد الله ولالكي عبد الله بن زبير ولالكي به جامني ابان دوله عمرو بن زبير بالغدا نين كان محل لو سو دوله هيو عبد الله بن زبير ولالكي بو حو نعبا سدا غالبا ولالكي عبد الله بن زبير وحو نعبا سدا غالبا asaga ciidanka loo dhiibay oo ciidanka weeraray asaga loo dhiibay kan amnu saciidan abandula gudbu noqday amnu saciid al-ashdaq balu yaqana in afmar rusan baa musiba ashdaq afweyni maaha wa in afmar rusan shimbir baan tay ku dhacday oo la gubo iyo qalku qalloocday afmar ruhi wa huwa yab'athu suwa diray al-bu'uth ciidan ma diray ila maka u dirahaya صحابه من أبو شريح يا وحور ربانين كان مكوسو الدولي عيدا كأورينيا إنه حكم أجي هاي أشياءه حرم هذا مكان أدرين سيودون يا صحابه وحور إيدا لي إيفصح أيها الأمير أبان دولة هذا نو وحدثك أن كذا ورمي أكو شيء قولا حديث قام أولي استاج به حديث كرسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح واجي كبر يمانك فرشدة مالك النبي فرتوا كبر وكي استاجر رخو زعمل صاري إيش كده عاد النبي حور صحابي وولي جنان محمد وعروض يسود مالك أو عروض ما أركن بول مرك النبي عريس أن حمله ويني يا وحن إرجوس وكحيسني أبو بكر عمر عثمان يا علي فاستشفعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بروش الله حليه والنبي يقول إله الدم داف نو يديه دينا أم بحنا وردينا مرة بأنا مكتب بعينه مرضى مفرها قال النبي كوري طيب سحابي مركو هول او اوغي هاي او قبصتي بو ربان او شيغا نينكان قمام هاي كو قمام هاي حرم كيلاي انو دي كو داتش سمعت وحا هذا الكلام مقشي ودنايا دغهيغا وحماشه كسارايا ليما تبينوي روايه عن غيري ما انا مقل هاي ووعاه قلبي سوء فهمي ما هيوي ليما تبينن وحي ان مقلينا خلد كما فهمي بو سحابي ووعاه وحاوي ليو فهمي قلبي أري أنا وأنا نبي كم مغلي سيف عن أنا فان سنة هاي معني سنة أن قرأ أنكو شيءه إلا وحلوديه قرأ حيث كوا مقشية لكن وحكاه صبحي فقهي سال وديه قرأ سحابي وعليه هاي وروش فقهي ذي مقل كذا ماني معلم كوا وأبصرته وحا أرقتي عيناي إن ذهق حين وقت يتكلم به رسول الله حلو نبي كوه لين وانفيرنا يبو إن بضم وحين إن ذهق على قدر يستاي لقى على قدر يست قفك الله يا دادا فيرنا ينين هذا كيس قوقوم بكون غصيف عنه فاهم ايش هذا هو كلاس كبير اما التليفون تتابعنا هاي ام وحكى لك فكره موردي اسكوت وذات كالك كذا قوقولين هاي وحبا كفاهم ايش هذا مقشد لكن ما فاهم ايش ان ضحى وحلقا دقيستاي دقها ولا ما دقيست صحابي يقول شمرك وابصرته
عيناي حين تكلم به أنه سبحانه حمد الله إلهي كم هذه وأثنى عليه فالله أمانا يو ورك هذه أمانت إلى مد المرن إن الحمد إن تترى أرد الله من رب وإن إلهي سبي عنه أمانت ودعاء الثناء قشال الرباء نمي ورقا تاسو أولا ثم قال وحول أررت قيمها بدن كذب بعد الحمد لله والثناء على الله كثيرا نبي وحول إن مكة حرمها الله مكو إلهي با حرمي إلهي با ممنوع كدغي إلهي با حرمي إلهي با وحبضان إني كعاقان تهي الشيغي ولم يحرمها الناس دادكم ما يسن حرمين وهو اللي قوه شيء أو قراش أم عربتي قوه شيء سي أي دهين مكان حرم كدغانو وممنوعنو معها هو حكم جاهلي أمي وحكم الله من فوق سبع سماوات وي مرة دي سيدة تهي وحنو قاري دونا حديثك لكو قاري دونا أن مكة حرمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حديث كان وحيد لا يا هاي ما كإلهي بحرمي سبحانه وتعالى بن آدم ما حرمين وعلى مسألة خلاف ولا سوء خلاف سين يا هاي وحان لو بدن يا إلهي إنه حرمي نبي إبراهيمنا مجدد وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب دكسي بعد أدوك باللابي أرضا كأفلحي ويقدم بوالا سكيه المام دكسي ودومي معلن كلا إيمان وبورك كتشفي دكسي بقول لكي سمقعنا وطا إذن أو شيء يا بلابي وحلو تيرين كرا معلن كدم بي طيب تجديد وي دعوة التوحيد يا بلابي نبي الله آدم باب بلابي دعوة التوحيد نبي الله آدم باب بلابي في البشر يا عسبونيسي نوح يا سي عسبونيسي مركا دنا يا شيخ ذي إبراهيم أبو التوحيد باليري محلو جدا ونسبة إضافية وأولية إضافية معها حقيقية معها دعوة الصومالية يقول لي وذا دحام بالله كن سابة تضغطين الله بدو حكي وذان هو سوس عطيبا بورك كتشفني صحيح ديس أجيدين وركوضوا بيانوي لا دعوة تعيقوا ما يصوب بالله حل الآن دوين شعال ما جرتون الله بقول كنتم صنع حبالا ما أكله وما أهلي على قبوراتك ورنجري قبل مسافات كان قليها ما جرتون ويدية محمد صليبان صلى الله عليه وسلم بشيخ وارت يا قرنا يا شعال عم مجرد نقويس كوها مجرد نكا هيا ابوان كعمر ميوها ويدن كاسا قولي ان هلا ويديو قبل ديرو مسافات ليداد او توحيدة او صفادة على صفادة وصفادة او قبل الصومالية قبل وقفي عناء ايو ليا ويقولوا او ايها يبان مركنا دا كلاكل مي وعبار مالين سعادة قبل يترن هاي وحنقوح ما دمانا نكضو بانين خير مقال ما هاي المهم ويجو غان هيرك هير بلارنوي واقي دنبان وحكود انتين ميلاها براوي توي ريمد واني ما بدي بدنا موقت وشيخ صوف في شيء نفط وكيرين يوسف كريس وتقول ميلان زين جبار بو يمد واجد من ميلان وكو حبالي مركو كحبالي وهذا كثرة واي عريان ده حبور بو واجد ما ري شربا كفا إيديست شعب درعام في كوري أي ده مك أرض يا أرض يا كعلي عامي من عامي فود وقريان قصة الله سام بيلت المهم قال يا دعاء إبراهيم بحرمه وحلقة وحد ده بينه قاري دوناي تحريم كي يحرم هذا المكان لإله بي تاريخ دوغودي النقطي ذلك با جهل كل عي ويه المامين مسائل كمركة خفي بين نقون كرام مسائل كسمعي قد تكون ظاهرة جلية في عصر وتكون خفية في عصر آخر بحسب معرفة الناس للدين بيكو حران تاي اندراس السنة وشرائع بالليلة هاوشا مركي دوغودي وحال عسبونيسي وبركة كتشفي وحرمة السعري ومدن الدين كبرين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن أصل كذي ومن تحريم الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض طيب معناها صح وحوري النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل أمبنا مرض سيداتاي لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر قف ألي الرسول كرمي أمبنا أن يسفك إنو داذي بها بمكة دما ديكو داتشو ونكر في سياقي النهي وما بنانو قف علي رسولك الرميي انو مكا ديكو داديو ديكا ديك مدن الا دادي هان نقضو منان مدن هان نقضو لما اوغولو نينك ديكا قيب مكا كاغا سو عرر قودومي عنا قبطين كو سمي مكا نفتو قبطو اسوغا سو بدو بنان كا يمادو كدمك بنان كا يمادو ميلها كو ويديس لكن حرم كا قديه سمي ولا يعدد ولا يعدد ولا يعدد إنه جوينا وما بنا ربها بمكة شجرة جد كجوي
إنه جيد قوي لما هو قاله إنه يكود أسان لما هو قاله. فإن أحد ترخص بقتال الرسول نبي وكسي أففري أقل كذا هرتين أودوين بالدكتاب هذا كرتين وأفف بالأي شيء. فإن أحد ترخص روح حد قيل كذا تكوع يردارته بقتال رسول الله فيها نبي محمد الله كود قال من مكه أو ده نوا كود قال ما هي نك أنا وانسوق قبسنا هي وروح وده دي نك أنا أفمرار كأوده أفقل عوده فقول له حكوت الأذان إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ما محي والجواب بالفارق بالذا الجواب بالفارق أنا أدو اسمد بانناي ما اسمد مني أدوان وحاطة هاي أنا مسلم أنا وحانا هاي مسلم فارق بالشيء مؤثر لشيء وقفكم على القرآن إياه إن الله أذن لرسول نبي محمد إلهي بأوفى الصحوية أدون كيقيو لمن كان هل ساعد لبسع بالغوفى صحيح ميلسار ولم يأذن لكم إذن الذين مفصحين وإنما أذن لي فيها رب حقيقة صحيحا كنت أعلمه ساعة من نهار وحير ساعة النبرة وقد عادت حرمتها حرمتها وصول الله بتاء اليوم ما أنت أن الله يأرورت مكا لفرطيئة كحرمتها حرمتها بالأمس الشرعي لهي أنت لا يفصح بلوجة وليبلغ الشاهد مثل قبتوك مغلي هكارسي الغائبة كما قن ويدا هكارسي فرنتي فقيل لا بيشرح على الجوجري ما قال لك عمرو بن سعيد ما كان حديثك أشيكتي عمرو بن سعيد محكوي قال وحور السحابي أبو شريحة وحور يريبه قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح هات قطعنا الدولة ما كربتني وح فلسو وح فأي وح يسطو نندن له دليل ما ويا الليل وح الدين الدنيا وأفرض ما يدين سوشيغي أفرتي بكمدي هاي دولة ضن وضطة وحول بيت شيري هذا يقول تعالى أما فتوى أما فتوان حول أنا أنا أعلم كأوغى البدن بذلك أرن كان منك أذيك يا أبا شريح ما هذا يوغى البدن إن الحرم بيتك إلهي لا يعود مما قلني عاصيا نن عاسيي كتاب ربك يدود عاسيي نمديد نمديد ونقوك عاصي الدولة دي. من ما قلني بيتك إلهي ولا فار مثل سعري بدم إليك لسعري وما كسوق علينا ما بدباني بيتك ولا فار من لصعر بخربة بخربة ولا غرياي فساد خربضوا يخربضوا وفساد نين عاصيه الدولة كوك عن سيري حرم كم مبت بادين هيبول نين ديك لصعر وانتي قصص لقوية شكسو عرينا مبت بادين هي وحاكم مبت بادين نين لصعر بخربة نقر نين نقر وطو ماشا صور كصور انتين لدين ماي رواية كل حديث كولاية وحكو دري ولا مانع جزية جزيه نين ديده وقالوا سعر يهودا من نصران ويدي ما يعانو بيت كان مغان قلها يهو كعبادة كودة غينا لدين ما هي رواية مركة الخربة أو مستر كيدو خربة مستر كيدو وخرابة اسم فاعلنا وخارب وخارب طيب أبو سعيد المقبر وحيدي فخرج أبو شريح إلى نادي قومي فجلس فيه فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه كما حدث عمرو سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما قال له عمرو سعيد الحديث عند احمد مركو انت اشيغي وكتغي وحو ييمد ميلاي كو كبدود هيانا كو هاسا ويا نمن تلكي او ابن خزاعه مركاز اشيغي حديث كد احمد اسغي عمرو سعيد ساسان كو اس نساسو يدي انا وانا نبي ان كان مقل حديث كاس ايغا دغيست او اوغو سوخلي مركا لبادنا وان قبتو حديث كا عمرو نينك لاه ابو سعيد المقبري طيب عفوا سعيد ما بسعيد المقبري بان ربا رواية من حديثك أولي هاي هذا واحد مودا انت هاوش كورا ما تي جواب كبحي صحابي هاوش عيضا رواية مركة أحمد وحيد انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك أضيو نوا يولو أبو شريح نوا يولو وحيولي أضيو أنا كاقا أن حرمتها مكي أورد اسكت وإنما كنت يكوح يقول بحرمتها مكة نبي قد أقاها كرعي حديثك كدو أخي صوبانو ee wax walba loo sheegay ee liin hadal ayaa ruux qiil ka dhigana nabiga ku dagaalamay sida ay sida ku dhahay wuxuu rabaa inuu yiraahdo ana kaagu aqoon badan wa ajma'a al-muslimin ala anna saahib al-qisati adra biha hawlinkay qabsatay ayaa kaaga aqoon badan Soomaali way taqawcay dheel ninkii galay baa ee yaa la warsada tayib asna wuxuu ana ka aqoon wuxuu soo wataa inuu dhiga daday doonayo
إنها لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة ولا مانع جزية بوري كعبة ما منعضه نين ديك دادية منعن ميسو نين ضاع كبحة إيه دولة دقع عن تدانا ما دفاع عيسو جزين نين بحيوة يورا قاله اللو قبهنا بحيوة ينا ما دفاع عيسو. فقال له حنقول بلو قد كنت شاهدا وكنت غائبا فقد بلغت وقد أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك فأنت وشأنك ساسوكو يري صحابي هو حج حق بنو يعوري هاو شامرك يدعيس أنا أشوف أدور واد مغنيت عمرو وأنا كسوق قارسي هاوش نبي أنا فري كان نجا شوق إنه قارسي فرين تانا كمقن أنا أقول واقو قارسي وحين تكذب بي أدي يقش قادو يري إلا أنا كوما قصب كاره وكل شيء ور بعض لو نقصي أميركا معايا لي ما لقى خصيصك راح يديك كم تشر نبغى عادي دخل تخصيصك نبغى إلا خصيصه معايا لما قال لي قبل قيس وام حي مذهب كان نين كان أفمر وام حي عقولي هاي نين كي دل متى أما إلا دباتي متى إما كقصو عرارة هاي أما جوجا ولا دلي والغقوصني إذن من يستحق القتال والقتل لا يعيده الحرام بقبا وركاسو اللي يمد كو النبي وكل الدقاء اللامي اللي دي مركو لو دي دي كدما الله فصح ساعة من نهار محيا هاي نمان قالا او سد عن سبيل الله سمي حرام كو مدو ادي دي نبي وكو كفري ديكي سداد شي بركو نرلي دويب هاي وين مدنيين هذا يتمرك مطلقا نينك متى إن للدولة أمال الدباتي حرم كاتوم معين صدوم مغان قال لما الدين أيوه ولا أوفين أيه كفار قريش بان أبعدين هي كفار قريش بان النبي وقبها إذن خاصة من الله سبحانه وتعالى ما فهمت المعنى قال الله كفار قريش مسبقا بوحيد متين إلا الله يو حرم كالله الله على قاعدة أف مرور لأنه مسبقا وامحي إلهي باسو إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام قرآن كآخرية مسبقا بوحي المرتدين كفار مشركين لغر قبا ومسلمين مردوغي نفي مانا أمبت بادن وحرمي إلي أنجرين إذا هضيت إنك لغر قبا حرم كهدو تقول الله مطع ولقوه فن لغرتي سأيت أوشو مسبقا بنبقى ومبهدين إذا من الله سبحانه وتعالى ساعة من نهار لكن نبي وحكوا عدي بقر هقبو هصو عرو ضعاك صوب بيت كلا نك من سيد مجن قلا ومن دخل وكان آمنوي لما تابن كر معلق الصمين إيه سيل كلو حير لقو حقتا إلك أنا كنا بتقلان ويه ولا جو ذمين بنانك بقالها اللو دي دي عن قبتين بالصاري ما كنا نفط قبته إيه أسرى صوب حدون أي سنكا هاي وحال الزوجي بناد وكيدا يجي ما نصوحة ودون طوق صوب حي حرمك جالس باللوايا هل مسلو سوقوا لإجمعن اللي جاهدو من أبو الفرج من جوزي ولا دهرنا يسوقوا الشن وسكيره الرئيك وكذا من يسوقوا الشن نينك أصوح حرمك حرمدي سدمية أصوح حرمك دحت شوقة قف كدي له ودي كداري ديك سوى الله دانك أصوح لا هذا حرمك وحد ثم يزاي صفك الدم بالخصة من حرم قديس من أنا وحكا قمين بهذا كدش حرمك مركا أيضا نوال وقصة سنكرا اجمع هذا أصحو محلو شاهد بما محايا محلقها اللاي من صومعين بضاي وكعبضا يا حرمك يميد ونصوك حرمك قديس قصة مينين وحديقا انكو دادين وصيد عبد الله مزير وزميهات محو قصة مينين